ورحمة الله وبركاته. أولا سعيد جدا بتواجدي في موقع اليوم السابع. أنا اللاعب رضوان سمير، لاعب نادي المنصورة الدرجات. بدأت رحلتي وأنا في عمري 14 سنة. من صغري وأنا بحب الدرجات، ليا صديق عزيز عليا خدني ووداني المدرب اللي هو كابتن احمد وحيد. قعدت معاه واتكلم معايا، طلب مني اجيب الورق بتاعي وقال ان شاء الله نبدا تمريننا من تاني يوم. نزلت الحمد لله اتمرنت معاه، حبيت التمرين، حببني في اللعبه. خدت الخطوه بقى منين؟ اول سباق لعبته اكيد وانا عندي 14 سنه. نزلت اول سباق، كان عندي الرهبه طبعا، اول سباق العبه ما اعرفش لسه حاجه، يا دوبك بس هو يعني عرفني كام حاجه كده اعملهم مع التدريب وكده. نزلت اول سباق جبت فيه مركز سابع او تامن، مش متذكر اوي يعني. دي كان اول سباق ليا خالص، كان فيه اكتر من 50 لاعب، فالحمد لله يعني. وقال لي بالنسبه لي المركز ده كويس جدا، انت اول سنه تلعبه. وتاني سباق بقى لعبته وانا برضه عندي 14 سنة، جبت في مركز رابع والحمد لله. بقى بدأت من هنا لعبت البطولة العربية والبطولة الأفريقية في شرم، حققت المركز التاني أفريقيا وتاني عرب الحمد لله يعني. بدأت بقى أشجع نفسي بقى من البداية دي، إن أنا بقى خلاص حققت مراكز أفريقية وعرب. والحمد لله فضلت اشتغل على نفسي، كان حلمي ان اخش المنتخب. الحمد لله دخلت المنتخب وشاركت مع المنتخب، حققت مع الانجازات يا رب الحمد لله يعني. وان شاء الله يعني اللي جاي افضل يعني باذن الله. ايوه طبعا انا ليا اكتر من 16 ميدالية متنوعه من افريقي العربي الجمهوريه لشركات الحمد لله يعني. كان حلم ان انا اوصل للحاجة اللي انا نفسي احققها، الحمد لله وصلت لها. وان شاء الله يعني الجاي افضل. عمومي كنت لسه مستعد من 18 سنة للعمومي. بالنسبة لي احلى ميدالية بالنسبة لي، لان الميدالية دي ما دخلتش مدينة المنصورة من عام 1997، والحمد لله قدرت احقق يعني مركز في بطولة الجمهورية انا وزمايلي، والحمد لله فرحنا اهل المنصورة بيها والكل مشجعين اللعبة يعني الحمد لله. على جبال، لان الجاذبية فيها بتبقى عالية ونسبة الاكسجين بتقل، بس احنا اكيد يعني بنبقى محضرين لقبلها يعني، بنبقى متمرنين على مرتفعات عالية برضه. دي الحاجات بس اللي يعني بتمر علينا بتبقى صعبة شوية في مجال الدرجات. بس الحمد لله يعني الواحد بيتعب وبيجتهد وربنا يعني ما بيضيعش تعب حد ابدا، فالحمد لله على كل شيء. و بتواصل انا مع كم فريق في الإمارات، وفي تواصل ما بيننا دايما، وإن شاء الله يعني الفترة القادمة أحترف برا وأحقق من الإنجازات والبطولات، ونقدر نشرف مصر يعني إن في لاعيبة من مصر محترفة برا وتحقق من إنجازات وحاجة للتاريخ يعني إن شاء الله. وإن شاء الله يعني اللي جاي أفضل. انا حابب اشكر الدكتور اشرف صبحي على المجهود اللي هو بذله معانا، مش مخلانا محتاجين اي حاجه ما شاء الله يعني، ودايما واقف معانا. والاتحاد والله يعني لسه عاملين لنا تراك جديد مكلف مبلغ وقدره يعني. التراك ده يعني مش عايز اقول لك ان هو من احسن التراكات في افريقيا وفي العرب، لا ده احسن من احسن التراكات في الشرق الاوسط كله ما شاء الله يعني. كان في بطولة العالم للشباب السنة اللي فاتت، وان شاء الله
انت هننظم برضو بطولة العالم 2023، هيشارك فيها ان شاء الله يعني مصر، وان شاء الله يعني الواحد يعني بيعمل اللي عليه والله، وان شاء الله يعني نقدر يعني نحقق المزيد من البطولات، وان شاء الله يعني طموحاتي يعني اكيد طبعا يعني العب بطولة العالم ان شاء الله، وان شاء الله هلعبها يعني باذن الله، لان الواحد بيجتهد في تمرينه.